هل الاتكال على سعة رحمة الله يجر العبد إلى التساهل؟ لا، إنسان يعني رحمة الله قريب، كما قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، يسأل الله رحمته سبحانه وتعالى ويعمل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وذلك لما يعني ذكر عن سليمان بن عبد الملك أو غيره أنه سأل أبا حازم الأعرج، قال له يعني لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ قال عمرتم الآخرة وخربتم الدنيا، عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال فما العمل؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان ما يصير يعني يسيء ثم يقول أين رحمة الله؟ يعني كما أن الله غفور رحيم، الله شديد العقاب سبحانه وتعالى، فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء.